طيب في محور عندي بعد مهم، فلاح. الحمد لله الشرع حلل أربع، أن الرجل يقدر يتزوج الأولى والثانية والثالثة والرابعة. المحور هذا مهم أنا بالنسبة لي أطرحه، ولما وصلني قلت أطرحه مثل ما هو. أنا المحاور لما توصلني أطرحه مثل ما هو، يعني الجمهور ما يعني الجمهور، يعنيك ما يعنيك، أنا لازم أطرح المحور هذا. ما شاء الله أنت متزوج وعندك عيال ما شاء الله، الله يخليهم لك يا رب. وعلى ما أعتقد والمعلومة اللي عندي أنك أنت متزوج الثانية وزوجتك الأولى ما تعرف عن الثانية. شوف بقولك شيء مهم جدا لابد أنك تعرفه، في أسئلة. خلك على الواقعية. خلني على الواقعية بس، أنت سألت سؤال صح؟ تسمع جوابي خلاص؟ واقعية مي واقعية، فيه خطوط حمراء يجب أنك أنت والمتابعين والمشاهدين يعرفونها، ما لهم دخل فيها لا إنس ولا جن، ما لك دخل فيها. بعدين بيقول في بيتين، يقول تزوجت من أنثى تعادل أربعا ولا ينبغي لي أن أفكر في أخرى، حباها إلهي كل خير وخصها بأوصاف حسن لا أطيق لها حصرا. هذا الأول. الثاني ما لك شغل، ترى فيه خطوط حمراء الله يرحم أمك وأبوك ما تتعداها، أرجوك أرجوك ما تتعداها، لا أنت ولا كنترول ولا إدارة ولا متابعين ولا مشاهدين ولا إنس ولا جن. فريق دعمك ولا فريق دعمي ولا إنس ولا جن. أنا بقول شيء، أنا بقول شيء، أنا بقول لك شيء، أنا أعتذر من نفسي ومن الجمهور أني جلست هنا في هذه الطاولة، وأنا أعتذر ولا عاد تستضيفني مرة ثانية ولا أجلس لك مرة ثانية، يعني أعلمك من الآن.